يا مرحبا الساعة. هيا ابو علي. من بنتعشى عندك ونسلم على خطارك يا ابوي ونساعدك كاتبه مساعده يا ابوي من قال لكم خطار معي وين خبر يا ابوي اسمع عطول النهار راكب من زرب دوا كذا يعني ما شرد بيها ما شرد بيها قلت لكم برد المغرب اخذوا الرجال اتصل فيه واعتذر سوالف سياني وش يعني الولد لا مسوي فطور انت اجا وانا نشال عنك وعن ما مسوي فطور يعني نطلع كوادب؟ والله ما حد قال يكتك انت مو قالك تعزم الناس على كيس يعني هذا قال حق امه قال لها لا تسوي فطور قال لها انا بس عند ابو علي وبعد اذا بحب اشل عنه انت وش هذا تشوفه مطبخ ولا وش ولا مطبخ وش ذي؟ عين وش تشوف وش تشوفنا احنا؟ فهد 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 خل فهد ما ذبحنا يا ابوي ما ذبحنا يا ابوي صل على النبي صل على النبي لا تقول ما اللهم صل وسلم عليه ما بنا احنا صالونا والله هذا عشانه ترى روحنا عشان ارواحنا والله العظيم صالونا والله صدق روح عشانه اي عشان ارواحنا فهد ارواحنا متعمسنا ربعك يا ابوي اقول لك احنا مسوين ترى انا عشاء ما بنتم مسوين عشاء لكن مسوين لين ارواحنا شمشم هاللحم لحم والله العظيم احنا اقول لك ما ذابحين لا تفضلون والله ما مسؤول عنكم يغزو فهد انتو ما تخيلون ماكس خطر النبي تو قلاص لي وش قلاص يا انتوا بسالكم انتوا مخبل وش انا البارحه قلت بعد المغرب برد وانا ما رديت الخاطر اعتذر بعد احنا قلنا بني نساعدك احنا ما قصدنا انهم الشباب يشلوا العشاء الفطور قصدكم كذا لا من بنساعده بنشل وياه بنعامل وياه يا اي نساعده انت ما معك صحن يا ابن الصحن توك عاد تقول والده ما مسوي اكل وكذا بعدين من هذا طلع لي انت من خلف بعد اقول لك حراره عرفناها لا ترخص القلاص لوش قلاص قلت بحط صالون ولا صالون لوش يا ابوي اقول لكم انتوا بس فهد شيلهم فهد روحوا مني روحوا يا ابوي الخاطر والله ما يا والله العظيم شم اللحم سوي حريص انتوا وين مال هذا فطورنا ده فطورنا زل لحم هنا بخشمي انت والله بخدمك فطور بالبيت نحن مسوين ما عازين هو مره ريحه اللحم انا واصله تضرب فهد ما عشانه والله عشانه مسوين عشانه ما مزيد الريال اعتذر وذبيحه ما خضيت ما طيح ما شلت ريح شو كلب بوليسي وش اقول روح توكل شمشم لنا الوش صدقه ذابح في لحم ريحه اللحم ريحه اللحم والله ريحه اللحم بعد ما انا طبخت ما انا اللي اطبخ يطبخوا انا والله في كندور في شباب راح فطورنا مال مطبخ خلنا ارواحنا اليوم تسوي فطور واحنا مسوين فطور واحنا والله العظيم ما عزم بعد والله ما الرجال اعتذر والله اعتذر سهمك مال وش شو افرش شو الدم مال ذبيحه دم وش يا ابوي والله ما ذبحنا والله العظيم ما ذابحين والله حلفت يمين بالله وانا صايم ما ذابحين ليش الوالد ليش ويونه يا ابوي انت وش صالونه فوق لاس احنا وين في الطويره انا والوالد وانا مسؤول عنك وعن ايران زعيت تيمم حد قال لك تذن في الفريق مالكم وتقولني انا ذابح انا ما ذبح انت تيمم العي اعطاني تو الفطور مالكم ها وانت مليوع سير 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 يا ابوي روحوا عينهم من الله خير
روحوا احنا صيام لا تيجي تغصصوا علينا سيروا سوى درب انت وش سوى درب يا ابوي ما تعب راشد سوى درب اقول لك روحوا ماشي ما ماشي فطور سوى درب يا ابوي ما ذبحنا والله ما ذبحنا مين بالله توحنا علي كيف تو انتو كيف وانا ما من وش انا ما مسحنا تكلنا عليك انت ما سويت الا ساكت يا خاص العربان ما بي انا قلت لكم بعد المغرب بسير اشوف اذا بخض بيه حوالي اصبر اصبر قلت بعد المغرب خليها والله ما بتشيلها بالتم داخل البيت حطوها اي والله يا ما تطلع والله ما انا اعرف والله ما بعطيك انت انت ما تطيع يدخلني الفاضيات وتطلع الفاضيات لا يدخل ما بيتك يدخل ما متروس فاضيات طلع متروسات ما تطلع عن طول كمل والله ما طلع انت نعم ما طلع عاد ما طلع انت ما طلع ما طلع انت لسه راشد ما طلع انت ما طلع اليوم يعني اول مره انا والله العظيم يوم طلع انا يوم طلعت وشفتكم يا سوايق وش داخل بيتنا سوايق كيف شو سوايق يا الدنيا الدنيا يا ابوي انا ما مسؤول عنكم انتوا كمان تبون غير غير على تاكلين علي يعني الحين ما عاد اللحم ماكم ريحه اللحم زين والله اقول لك انت انا يوم اول ما شفتكم حسبت حسبت طلاليب يا ياسين طلبوا يا ياسين على البيع بعدي احنا ما قصدك ذي عشان الصيانه وعشان قصدنا نساعدك زين زين انا لو وياني ضيف انا متى بذبح متى بذبح لو وياني ضيف بذبح الظهر صح؟ زين تو المغرب قريب المغرب وش انتم انا بسوي الجيمات واللي بسوي الفيفت واللي بسوي يعني والله العظيم ما يا الرجال اعتذر نعم اعتذر يمكن بي متى بي؟ جو اعتذر قال ما بي وليش اعتذر يا اعتذر سوى عنده شغل ليش كيف ليش بعد اسي اقول لي غصبا عنك تيه لا كيف لا يعتذر يوم بيعطي كلمه خلع كلمته صديقه ولا انت خليته شيء لا حشي ما قد ما والله حشي انا قدامكم ساد ور ذبيحه وقلت بعد المغرب قبل المغرب من فطرنا كانت اذا ليش اعتذر قال ما بي استوى عندي شغل ليش اعتذر من 4 سنوات ترياك الرياس هاي عنده 4 سنوات ما نقي اعتذر غير اليوم وانت مسؤول انا عازم مني انا ما اكل ذبيحته وانا لازم ارد على ذبيحته انت ما لك خص قلنا بشاركك اليوم شاركني الوش انا ما معرفين احنا من قصبك الاجر روح فات يا ملوسي مسويها ريش وعيش ولحم لا والله ما سوينا صالوني هاي ريح صالوني زكرة لحم لحم لا حول لا قوة روح البطاطا روح يا الله صبر يا ابوي صبر احنا نبى نعرف الريال حق وش اعتذر لا حول لا قوة الا بالله لا حول لا قوة انت انا بسألك سؤال انت عن يكون داوم في التحقيق وانا ما عندي خبر عن يكون داوم محقق يا ابوي الريال اتصل بتليفون قال ما بي وبس ما رمت اسأل عنه مات عنده ما سألته والله حد مرض عنده؟ لا ما سألته أنا ما أعرف أقول لكم الرجال اتصل تليفون قال ما جاي يعني. خلص الهواء عنه خلص ليش اعتذر عليه ليش اعتذر يا أبوي الرجال وكل حد بظرفه يمكن سوى عنده ظرف أنا ما برو مسيرة أقول لي وش ليش يعني هاي. ما لقى يعتذر غير اليوم انت يا وانتو وش خصكم وش همكم وش همكم انت وش خصكم انت تبغى ترسكرون تبغى تاكلون ما هذه السالفه السالفه انا مقلين امي والفرق كوم اللي يسوي فطور انت على كيسي انا لا يسوي فطور ما الله ما يا ريال ولا مايا انا اللي متلوم انا اللي متلوم متلوم يا ابو يصير يسلح عندك وذبح ليه عش الفريق ما انا عش سالك تو الريال وين ساكن فهد انت لو وش تسال عن حواء عروقه لو وش تسال عن حواء عروقه فهد يا ابوي وين يسكن يسكن ما انت ما عندي انا انت مالك خاص يا ابوي انا بسوي لك حق وش هني شو رايك نمشي له كنا وين نمشي نمشي للريال لوين صدق نشوف يمكن في شيء حد مريض هي هي عشان تو علي ذبيحه تسوي ذبيحتي يلا 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 سيروا يا ابوي سيروا بيد المغرب سيروا فطروا سيروا يا ابوي بيد المغرب سيروا فطروا